حتى في 2011 2012 2013 خدمت يعني ربما العام اللي فات ولا ما بنتش بزاف بزاف. ولكن ما حبستش الخدمه ولا بعدت على الميدان تاعي. غالبا هو اختيار شخصي لانه دائما نختار سيناريو، نختار مع من نخدم، مع كل احترامي للناس اللي نقدر نخدم معاهم، كيما هو يقول لك هذاك ممثل مليح ماشي مليح ولا ممكن يعجبه وما يعجبوش، انا تاني نقدر نقول هذا الانسان ربما اوكي كبير ولكن كبير في الميدان صح، انا ما نقدرش ما يعني اون كومباتيبيتي نقولوا في الحساسيه تاعنا كيفاش نحسوا الموضوع كيفاش. دونك غالبا يكون على حساب الصوره اللي انا حبيت تكون عندي كنور إمام ممثله، ودائما نحاول اني نحافظ على الصوره تاعي حتى وان ما نخدمش بزاف، ويكون اكيد فيه تضحيه من جانب المادي مثلا، ولكن نفضل دائما الصوره ونخلي نفسي عزيزه ونخلي نفسي عزيزه كما علمني الجمهور تاعي اني نعزها، كون نخدم ونبان من ومن ومن. ودائما نقول يعني حاجه اذا انقلب الشيء اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. ف بلوس دون برودكسيون دي فوا ماشي مليح لينا، ساعات مليحه لما تنوعي ديري مره سيتكوم بعد تروحي مسلسل تاريخي او دراما مليح. وحتى انا كفنانه ما نخدمش طول طون يعني، دونك نستنى شهر واحد باش نخدم، مادا بيا نخدم لو ماكسيموم بصح ما نقدرش باسكو نخاف من انه هذا الموضوع يدور عليا. صح، وساعات كما يقولوا بالك النوعيه اهم من النوعيه. انا بالنسبه لي اهم. وثاني حاجه اسمحي لي برك ياسمين، كاين ساعات اللي ولاو يوجدوا سهولات، مانيش حابه نتعمق بزاف في الموضوع، ولكن اليوم نشوفوا انا مانيش رافضه فكره انه يجيبوا وجوه جديده، انا كنت وجه جديد في ناس من نسيتي، ولكن بعد حاولت اني نروح للاحترافيه واخترت الاحترافيه في الميدان تاعي، لكن يعني هذا ما يسببليش مشكل، ولكن انك تحط الناس الاحترافيين من جهه باش ما تعطيهمش حقهم مثلا في الخلاص تاعهم او ما تعطيهمش حقهم في كل بصوره اخرى، هذه موضوع اخر ربما لازم له حصه عدد اخر، لازم له اعداد هذا الموضوع أو الكاستينج في الجزائر لازم له اعداد بزاف. لكن الفنان كمخرج ومنتج اكيد راح يكلم واحد محترف. ياسمين تفضلي. واش لا لا حبيت برك نعاقب على الموضوع. لا لا اجل مرات نفكروا في الممثل على اساس الممثل فقط في الاعمال التلفزيونيه، فنقولوا له ما شفناكش في هذا رمضان ولا ما شفناكش في اعمال تلفزيونيه، لكن ممكن الممثل كان ديجا عمل افلام سينمائيه ولا صح. افلام سينمائيه طول باش تخرج. الافلام السينمائيه ماشي شهر، معناتها الناس اولا لا شانس باش نشوفوا الافلام السينمائيه قليله. ممكن ايمانا عامله افلام سينمائيه في هذه المرحله، لكن الجمهور ما كانش عنده الحظ باش يشوفهم لانه ما خرجوش في القاعات ولا القاعات قليله. فاحنا عندنا مرات نفكروا انه الممثل ماهش يخدم على اوكي، راه يدير مسرح، راهو يدير افلام سينمائيه، راهو يكون في نفسه، راهو يعني راهي لي اونكور اون تران دو ترافاي، باش نهار اللي يعمل عمل واحد اخر تلفزيوني يعني يجيب شيء جديد. مام هو مام لو كوميديان يسحق باش ينمي نفسه، لو ما ينميش نفسه راح يبقى يلعب نفس الدور دوما دوما دوما. فيعني نظن بعض الغياب لبعض الممثلين مرات مليح. يكون مليح باش